يا رب يا دنزلو يا رب، قديش في حوامات يا الله، لنا 5 ساعات ولا حاجة صدنا. يا رب يا رب تنزل، يا رب تنزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، ويسعد صباحكم ويسعد أيامكم، وإن شاء الله تضلها سعادة وسرور. واليوم طبعا جبنا لكم فيديو جديد، وقبل ما نبدا الفيديو الجديد يا ريت نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اكيد شفتوا فيديو صيد الصقور الحمر الكبار وصيد العصافير. اليوم طالع للحوامات او العقبان، طبعا هذا الطعم، وفي معانا صقر مع صديق غادي حوام، لانه ايش بتحط في الشبكه بينزل حوام حدقه، بينزل على الشكل اللي هو عليه. بتمنى توصلونا ل 5000 مشترك، وكمان بدنا نسكرهم يعني السنه هذه بهمتكم وقوتكم، لحتى نستمر في سلسله الصيد وسلسله الحياه البريه. ويلا بينا. احنا الحين راح نروح ننصب الشبكة ونحط الطعام، وهذا حصور لكم ايش بيصير معنا. طبعا يا جماعة الخير، بسم الله نبدأ في نصب الشبكة. خلونا نبلش في نصب الشبكة ان شاء الله. طبعا هذه الشبكة للحوامات الكبار، يعني أقوى شبكة تقريبا، لأنه بتتمزعش ولا إشي. وصقور الحوامات إيش بدهم؟ شغل جامد يعني، شايفين كيف مصبرها؟ تقريبا طولها 1.5 متر أو 2 متر. طبعا هذا اللي بيسأل لإيش، هذا زي نابض أو زنبرة، بنكعف فيه الشبكة، بنشده، بنحط هنا سوستة، وإيش بتفتح زي هيك لحالها، بتضغط على طول في لمحة البصر. طبعا هيات الأسياخ، هاي الشكوش، هذا هدول الاثنين اللي بيجوا هون، نعمل زي نظام سوسته قبل الحمامه. طبعا هذا للكتف، هذا غض الكتف، هذا وهذا للكتف. واحنا يا جماعه الخير بنشد فيها، لانها لازم تكون شديده الشبكه، بندق. طبعا الارض يابسة، خلاص يا جماعة الخير تقريبا بلشنا نخلص في الشبكة ونصبها. طبعا هذه الشبكة مش لازم تكون رخوة زي شبكات العصافير، وهي انا قاعد بشد صديق الصياد، وايش عشان نبلش نحط الصقر والطعام ونتوكل على الله ونروح بعيد عن الشبكه ونتصايد. يا جماعه الخير هيات الوتد الكبير لايش؟ الزنبرك او النابض بنقول عنه. قلب على الشبكه بس. طبعا يا جماعه الخير هيات شدينا النابض، بدنا نجرب الشبكه، شوفوا القوه تاعتها كيف والصوت. لمح البصر يا معلم. يلا. يا جماعة الخير هي بدنا ندق هدول اللي بيمسكوا الشبكة، شايفينهم؟ هدول اللي بيمسكوا الشبكة. هنا بدنا نربط هذا النابض، أول ما نسحبه زي هيك بتكعف الشبكة كلها بلمح البصر. طبعا هذا لازم يكون واطي وهذا عالي، عشان أول ما تسحب يسهل عملية السحب.
اي غلطة في الصيد ممكن ايش تخرب الدنيا علينا. وانا الحين الشاب راح يمسك هذا الحبل وظلوا راجع فيه تقريبا ما يقارب 2000 متر، لانه اذا شافنا الصقر راح ايش يشرد زي ما انتم شايفين. هاي الحبل وهي يرجع فيه. ونيجي لكم الكبير الحمامة، طبعا نحطها في نص الشبكة. انتهينا من ربط ايش الحمامة، الحين نروح على ربط الصقر. هيك تمام امورها ظابطة، ضلها تتحرك لا تجيب الصقر. الحوام، ليش بنحط الحوام؟ عشان يجيب طيارة. معنا بنبعد الصقر عن الحمامة تقريبا 2 متر أو 3 متر. الحين نربط الصقر يا جماعة الخير عشان ايش نبدأ نتحرك ونبعد عن الشبك. طلع الحمامة، طلع الحمامة كيف بترخلف. طبعا يا جماعة الخير هالجبنة هذا تعالوا شوفوا ايش هو. طعم للصقور، نص ورق دجاجة، لأنه الصقر ايش بيحتار ايش بده بياكل، فاهمين كيف؟ نربطها عشان ما ياخذهاش ويضلوا شايل. شايفين كيف؟ تمام هاك. وقف. ربطنا الورق. طبعا ربطنا الورق هان فرجيهم اياه. قرب. هاي عقبال الحمامة. الحين نجي للصقر. بعد ما نحط له اكل عشان ياكل ويجذب الطير. هيك خلينا نتسهل. هاي الحين بنضب الشنطة ونضب العدة. تعال نضب العدة ونتكل على الله. جيب الكيس عشان ما ايش ما يحذرش ولا ايش. يلا نروح على القعدة، والحين نروح على المكان اللي حنقعد فيه، وتقريبا لنا ربع ساعة بنصب بالشبكة يعني. هاي الصقر راح ياكل. يلا ليتس جو. بحاول من فوق الشبكة. والله كوم صار من فوق الشبكة. شايفين كيف؟ يا رب يجي حوام يجي يلطش شيك خلنا نكفته. شايفين قديش الحين بيشوفوا عقاب او بيشوفوا حوام وبيجي على الشبك ان شاء الله. اجا واحد عند الشبك. يا الله يا رب يا رب تنزل يا رب تنزل. يا رب يروح التوك توك. يا الله وين رحت؟ شايفين كل هذا فوق الشبكة.
السلام عليكم. طبعا التعب اللي تعبناه ما جابش فايدة، ما جابش اي اشي. طبعا انا لما اصير بكون فرحان كتير، بس انا زعلان بصراحة، ما صبناش ولا اشي ولا حاجة. يعني كل ما يجي صقر او اشي تلاقي توك توك مرق، واحد اجا يعني كرة حمار مشت تعين غنم رعاة، فهذا كله الاشي بطير الطير، فاهمين كيف؟ يعني بصراحة كان اليوم في حماس شوية، ولكن ايش، ما فيش إلا نصيب نصيد. وان شاء الله ان شاء الله في الاوقات القريبة هذا حنزل لكم كمان فيديو، واحنا ان شاء الله نصيد. طبعا الصيد هذا بيجي توفيق من الله، ممكن نصيد او ممكن لا. تعالوا نفرجكم كيف نفعط الشبك. شوفوا السوسة هاد طلعوا كيف حتكون قوية. اسم نفعطنا شبك اليوم. طلع علي، هاي هو الحبل، شايفينه حبل صغير، بنفعط الشبكة الكبيرة. اوكي، واحد اثنين، سامعين الصوت؟ طبعا هيك يا جماعة الخير، بدنا نفك ونضب الشبك وايش، نيجي مروحين. ويلا يلا. طبعا هيك يا جماعة الخير، خلصنا من رحلة اليوم، كانت مش موفقة، ولكن ان شاء الله الجيات اكثر من الرايحات زي ما بيقولوها. فكينا الشبك زي ما انتم شايفين، لفه من جنوب الكلور هذا طاق بتوقيت. هيك ضبينا الشبك، وان شاء الله نروح نروح، وهينا ناخذ الحوام نفكه ونجي مروحين. وجماعة الخير، يعني بعرف انكم زعلانين انه ما فيش اشي حلو انصاد او اشي، بس انا بوعدكم حصدلكم اشي تحفة وما شاء الله عليه. السلام عليكم، تنسوش الدعم واللايك والشير والسبسكرايب. هيك يا حبايب قلبي، خلصنا جولتنا لليوم المؤسفة جدا، يعني ما صدناش اشي، فكينا الطير كله، وبدنا نروح نروح، لان الي تقريبا من الساعة 7 طالع، يعني الحين الساعة 4، يعني يوم كامل حرقناه ما فيش اشي. بس بيجي يوم كامل وممكن تصيد لك 4 3 2 1 نعمة. ومعليش هاي قلت لكم تحملونا، ان شاء الله هنزل لكم كمان جولة ونكون صايدين فيها.